Jazora. Jazora, Jazora, Jazora. Ja, 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 Jazora. Ja, 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 Jazora. من بيضاء أقبل مكتملا فرآه الأطفال سرورا. Ja, 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 Jazora. يمشي فرحا الذي يهتم بهذا؟ ها صحيح، تعنينا سيد غو؟
هيا يا جزورة هيا. حسناً سأفعل ذلك وستنال الحلم الذي تريد. شكراً لك أيها السيد. والآن اجلس يا جزورة، سيقوم المعلم بتنويمك. هيا. هل سأنال الحلم الذي أحب؟ نعم، ما عليك سوى التركيز على من تحب. فكر به في صدق. لقد نعست، أنت تشعر بنعاس. نعاس، إنه نعاس لذيذ. أرى البحر لأول مرة في حياتي. هل تعيش أمي في مكان كهذا؟ جزورة. أمي. لا أستطيع العثور على المدخل. هذه سفينة مصنوعة من الحديد. حسناً سأكلها، لذيذة ومالحة. صحيح أنها صديئة قليلاً ولكنها لذيذة. سيأكل سريري. يكفي يا جزورة. أفق يا جزورة أفق. هيا. لم يكن هناك نهاية لأكوام الحديد. الحديد؟ لن تحلم بوالدتك؟ نسيت أن أحلم بوالدتي. لأنك تفكر دائما بالحديد. نعم إنك شره. وماذا عن سريري؟ ادفعوا ثمن. هيا. ما العمل؟ أرجو أن تسامحني. لقد أفسدت أثاثي أيها الوحش الغبي. يويو أرجوك أن تساعدني. لم يبق هناك من سبيل، استسلم. أنقذني أرجوك. لا أفكر بنفسك. أجل. ما العمل إذن؟ أحلم بها. حسناً سأحلم بها مهما كلف الأمر. كلا لن أفعل. من الأفضل لك أن تتخلى عن الأمر الآن. لا بد من أن أحلم بها يا لالا. حسناً. مكان أمين. يكفي هذا يا جزورة. يا له من مكان جميل أستطيع النوم فيه. Oh!
انتظري أيتها الفراشة، انتظري، لا تختفي أرجوك، انتظري، أنا قادم إليك أيتها الفراشة. ترى أين ذهبت؟ لذيذة، كلها يا جزورة. أفضل الحديد. تفضل. هناك الكثير الكثير، كنت أنساها، لابد من رؤية أمي. أمي، ماما. جزورة، ماما. جزورة، أمي. جزورة منذ أن وقع من المدخل لم يفق. أوه، إنه بخير، سأعطيه بعض الدواء. أمي، لطالما اشتقت لرؤيتك، هل هذا حلم بالفعل؟ إذا كان حلما فلن أوه، لقد أفاق، هذا لأني طبيب ماهر. شكرا لك، شكرا. لقد نجحت في رؤية أمي، ولكن هذه الحقنة المخيفة أنهت الحلم الجميل. لأني طبيب ماهر؟ ماذا طبيب ماهر؟ هذا يدعوني للغضب. أنا طبيب ماهر، أرجوك لا تضربني، أرجوك ابتعد عني. لا أنا مصارع. والآن خشون في مواجهة دلوع في مباراة حامية. من المعروف عن دلوع أنه لم يفز بأية مباراة حتى الآن. يهاجم ويقذف بخصمه في الهواء. أنا متأسف. يا للوقاعة، مع أنني كنت من أشد أنصاره، لعل من الأفضل له أن يتخلى عن المصارعة. خسارة، فهو قريب والدي، لا أصدق أنه وصل إلى هذا المستوى. ليس بالمصارع القوي. لا أصدق أن الوالد عنده قريب مصارع. خسارة أن يكون الوالد بهذا الضعف. إنكم تسخرون مني. من أنت؟ أنا جزورة. عودتك التهيؤات يا أبي؟ أبي، إنك تتفوه ببعض الأشياء المضحكة. حسناً، سأذهب إلى الفراش الآن، تصبحون على خير. والدي يهرب إلى السرير كلما وقع في مشكلة. عمور، عندنا ضيف. أنا ناعس واليوم عطلة، ما هذا الإزعاج في الصباح الباكر؟ إنه السيد دلوع. دلوع؟ أشعر بالحزن، لم أعد أثق بقدرتي على المصارعة بعد اليوم. ألا تستطيع استعادة ثقتك؟ جدتي في القرية تقول بأنها تخجل مني ولا تستطيع مواجهة الآخرين بسببي. سمعتها تقول ذلك فعلا. انظر إلى هذه يرجوك. ما هذا؟ انظر. ما هذا؟ سجله الممتلئ بالهزائم في المصارعة. شيء مؤسف حقا. إني أشعر بالخجل. نعم، لا عجب أن تود الاعتزال. أنا رجل عاجز، أفتح مطعما في بلدة صغيرة، هذا أفضل لي. نعم، أليست هناك من طريقة؟ هل تحدثت بهذا الشأن مع رئيس اتحاد المصارعة؟ إني
أشعر بالخجل منه، لهذا خرجت من عنده بدون أن أقول شيئا. هذا يعني بأنك خنت رئيسك، فلن يتوقع منك أن تصبح مصارعا كبيرا في يوم من الأيام. أجل، إنك لن تستعيد قوتك ولا مكانتك. انظر إلى سجلك، إنه مملوء بالهزائم. نعم، إنك منذ فترة طويلة لم تحصد أي بطولة، أليس كذلك يا جزورة؟ دعني أرى. لا 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 أستطيع مواجهة الرئيس، لا أريد العودة. لا يا إلهي، هيا قلت لك انزل. دلوع، أنا أشعر بالقلق عليك. أيها الرئيس، دلوع الرجل لا يبكي بسهولة. أنت وحش، أليس كذلك؟ أنا جزورة. مرحبا. مرحبا. وحش فريد، تبدو مناسبا للمصارعة، إن صدرك عريض وقوي، ألا تعيره هذا الصدر القوي أرجوك؟ صدري أنا ماذا تعني؟ يعني أن تدربه. أود أن أدربه، لكني لسوء الحظ مريض، لاحظ ذلك. والآن أطلب منه أنت ذلك يا دلوع بنفسك. أرجوك، أنا مدرب مصارعة. ما رأيكم؟ أنت رائع. جزورة بطل بالفعل. هذا ما يناسبك بالفعل، هيا ابدأوا التمرين هنا. سأفعل ذلك أيضا. دلوع، دورك الآن يا دلوع. أجل. هكذا أفضل. رائع. ماذا هناك؟ ألن تشارك جزورة في التدريب؟ ابدأ أنت معه. أنا سأبدأ. دوريك الآن. خسارة، هيا أنت يا دلوع، هيا. أين ذهب؟ جزورة إنه هناك. أيها المصارع جزورة، لا تهتم، كن خشنا معه. أهلا عليك. لا تكن قاسيا علي أرجوك. أنت ضعيف جدا. لا لني ما في كفاية. عد إلى هنا. أيها الرئيس، مرة أخرى هيا. خسارة حقيقية فعلا. إنه التأثير العكسي. لا أريد الاستمرار. حسنا، كل ما علينا فعله هو إشاعة الثقة في نفوس الجميع. لا أستطيع ذلك يا يويو. أرجوك من أجلي. ما هذا يا يويو؟ اسمعي ما أقول لك. فكرة جيدة. للأسف أنا لا أعرف الكذب. ها؟ ألا تعتقد أنك بدوني لم تبقى في هذا البيت ولو دقيقة؟ أرجوك يا جزورة. هذه نقطة ضعفي. إذن افعل ما
هذا من طبعي أبدا. حسنا الآن دور دلوع، تحرك. أعرف أنني أعجز من أن أفوز عليه. أوه دفعة رائعة. أكره أن أتظاهر بالهزيمة، فأنا بطل المصارعة الرائعة. أنا ضعيف فعلا. لا فائدة منك. دلوع جرب مرة أخرى. اختل بأقول لك، ماذا أقول لك؟ هل هذا مؤثر فعلا؟ ها؟ نعم. جزورة هناك حقنة على ذيلك. ماذا؟ أحسنت. والآن هناك حقنة على ظهرك وعلى قدمك على ذراعك على معدتك. رئيسي، هل تغلبت علي؟ فزت على جزورة، لقد استعدت ثقتي بنفسي، إني قادر على النجاح إذا ما حاولت. نعم هذا رائع يا دلوع. كل شيء على ما يرام. سأصارع بنشاط وسأصبح بطلا قويا فيما بعد. وهكذا عاد دلوع إلى التدريب بحيوية، والفضل في ذلك يعود إلى جازورة. أين جازورة؟ جازورة! انظر يا أبي. هذا حساء جديد تعلمت صنعه اليوم. حساء الحديد، إنه حساء لذيذ. ما هذا؟ مضرب الوالد. سيكون لذيذا. مضربي، افتح الباب يا جازورة. المصارع مشغول الآن. جازورة افتح الباب.